أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي، مع درس من دروس اللغة العربية وفتح همزة أنها. نتذكر في الدرس السابق أخذنا درس كسر همزة إنها، وقلنا أن كسرة همزة إن لها مواضع، من ضمن هذه المواضع كما ذكرنا في بداية الكلام، حينما نبدأ الكلام لابد أن تكون الهمزة مكسورة، إن الحق واضح. ثم بعد ذلك الأمر الثاني بعد القول، بعد كلمة قال لابد أن تكون الهمزة مكسورة، قال إني عبد الله. ثم بعد ذلك بعد ألا الاستفتاحية، ألا التي يستفتح بها الكلام، ألا إن الوطن كبير. ثم بعد ذلك بعد حيث، حيث إن. ثم بعد ذلك في أول جملة الصلة بعد الذي أو التي، اللي هي التي نعرفها بالأسماء الموصولة، الذي إن. ثم بعد ذلك في أول جملة الحال أكرمتك وإني لمسرور. ثم بعد ذلك أيضا من ضمن المواضع قلنا بعد القسم، حينما يقسم الإنسان قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، والله إن، يبقى كله بعد القسم لابد أن تكون الهمزة مكسورة. هذه هي المواضع التي اتفقنا عليها في كسر همزة إن. الشق الثاني من الدرس هو فتح همزة إن. ما معنى فتح همزة إن؟ طبعا احنا عارفين خدنا في المرة السابقة إن، دي قلنا عليها مكسورة الهمزة. درس اليوم أن، دي مفتوحة الهمزة. متى تفتح الهمزة؟ يبقى درس اليوم كله ملخص على فتح همزة أن. متى تفتح الهمزة؟ قالوا تفتح الهمزة إذا صح، تفتح الهمزة إذا صح أن يؤول ما بعدها بمصدر. هذا هو الموضع الوحيد لفتح همزة أن. يبقى إذا صح أن يؤول ما بعدها بمصدر. يسأل طالب ما معنى هذه العبارة يا أستاذ؟ نقول أن المصدر يأتي على نوعين، المصدر له نوعان. النوع الأول المصدر الصريح، النوع الثاني اللي هو المصدر المؤول. المصدر الصريح اللي هو المصدر الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، هذا ما يسمى بالمصدر الصريح، مثل كتب كتابة، رحل رحيل، أكرم إكرام، أقال إقالة، قدم تقديم، اجتمع اجتماع، استغفر استغفار، هذا ما يسمى بالمصدر الصريح. يبقى المصدر الصريح عندنا ليه أنواع، إما ثلاثي رقم ب، رباعي رقم جيم، خماسي رقم دال، سداسي. ده هو ده المصدر الصريح. المصدر المؤول مكون من أن زائد الفعل، أو أن واسمها وخبرها. هذا هو المصدر المؤول. يبقى المصدر المؤول اللي هو تفتح فيه الهمزة، ثم بعد ذلك المصدر المؤول يمكن أن يحول إلى المصدر الصريح. المصدر المؤول زي مثلا يسرني أن تنجح، تمام؟ علمت أنك مجتهد. اللي بيهمنا في الأمر اللي هو فتح الهمزة، هذا بيسمى بالمصدر المؤول اللي هو فتح الهمزة فيه. هذا المصدر المؤول يمكن أن يحول إلى المصدر الصريح. يسرني أن تنجح، نقوم بحذف أن، ثم بعد ذلك نأتي بالمصدر من الفعل أو الاسم. يبقى هنا نحول الجملة إلى المصدر الصريح، نقول يسرني نجاحك، علمت أنك مجتهد، علمت باجتهادك. هذا هو تأويل المصدر المؤول إلى مصدر مين؟ إلى مصدر صريح. يبقى هنا تفتح الهمزة، الموضع الوحيد إذا صح أن يؤول ما بعدها بمصدر. إذا صح أن يؤول ما بعدها، أن يفسر ما بعدها بمصدر، يحول المصدر المؤول إلى المصدر مين؟ الصريح. مواضع الإعراب بقى، مواضع الإعراب للهمزة المفتوحة. ما هي مواضع الإعراب؟ مواضع الإعراب للهمزة المفتوحة، أول موضع من هذه المواضع في موضع الرفع، في موضع الرفع. المثال ومن آياته أنك
ترى الأرض خاشعة. أدي مثال في موضع الرفع. ومن آياته أنك ترى، أين الهمزة المفتوحة؟ أنك ترى الأرض خاشعة. ما موضع الإعراب بالنسبة لهذه الآية؟ ما فيش جملة في اللغة العربية، ليست هناك جملة في اللغة العربية تبدأ بالجر والمجرور على الإطلاق. البداية بالجر والمجرور كأن هناك تقديم وتأخير. أصل الآية أنك ترى الأرض خاشعة من آياته. ما الموضع هنا؟ موضع الإعراب هنا في موضع إبقى، هنا في موضع الرفع لأنها مبتدأ. يبقى هنا موضع الرفع في موضع الرفع لأنها مبتدأ. أيضا من موضع الرفع إذا كان الموضع نائب عن الفاعل عرف أنك مجتهد. أيضا من مواضع الرفع عرف أنك مجتهد. أين الفعل؟ عرف. ما نوع هذا الفعل؟ هذا الفعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول دائما ما يأتي بعده نائب الفاعل. كأن هذه الجملة أنك مجتهد المكونة من أن واسمها وخبرها. أن الكاف ديت في محل نصب اسم أن، مجتهد خبر. ما موقع الإعراب بالنسبة لأنك مجتهد؟ موقع الإعراب هنا نائب فاعل لأن الفعل مبني للمجهول، لأن الفعل مبني للمجهول. يبقى همزة هنا مفتوحة لأنها وقعت في موقع الرفع وهو نائب مين؟ نائب الفاعل. أيضا من ضمن الإعراب الخبر للإسم المعنوي. اعتقادي أنك مسرور. اعتقادي دي من أسماء المعاني. الاعتقاد من أسماء المعاني، لأنه قلنا ذكرنا أن هناك أسماء للذوات وأسماء للمعاني. الاعتقاد من أسماء المعاني. اعتقادي هذا في محل رفع مبتدأ، هذا هو المبتدأ. أين الخبر؟ أيضا من أن واسمها وخبرها. يبقى ديت خبر لمبتدأ، الموقع الإعرابي كلها خبر للمبتدأ. يبقى ذكرنا أول موضع من مواضع فتحة همزة إن في فتحة همزة أن في الإعراب في موضع الرفع. أيضا من ضمن هذه المواضع الموضع الثاني رقم 2 في موضع النصب. حينما تقع في موقع النصب في قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، هذه آية. أين الهمزة المفتوحة؟ أنكم أشركتم بالله. طب ما موقعه في الإعراب؟ تخافون ده فعل من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، والواو في محل رفع فاعل. يبقى هنا في فعل وفاعل. بالنسبة للموقع الإعرابي لهذه الجملة كلها المكونة من أن واسمها وخبرها كلها في محل نصب مفعول به، أنكم أشركتم بالله. يبقى وقعت الهمزة المفتوحة هنا في موقع المفعول به. في موقع مين؟ المفعول به، لأن هذه تعتبر فعل ومين؟ وفاعل. أيضا من الموقع الأخير في موضع الجر. أيضا علمت بأنك مجتهد. أين الهمزة المفتوحة؟ أن سبقت بحرف من حروف الجر. علم فعل ماضي، التاء تاء الفاعل، الباء حرف جر. يبقى إذن الموقع الإعرابي هنا للهمزة المفتوحة في محل مين؟ في محل جر. يبقى إذن بالنسبة للهمزة المفتوحة ذكرنا أن الهمزة تفتح في هذا الموقع إذا صح أن يؤول ما بعدها بمصدر. إذا صح أن يؤول ما بعدها بمصدر، أي أن المصدر المؤول يحول إلى المصدر الصريح. ما الموقع الإعرابي؟ قلنا في موضع الرفع، في موضع النصب، في موضع مين؟ في موضع الجر. وهذه بالنسبة للمواضع التي ذكرناها للهمزة مين؟ المفتوحة. أيضا هنا الواجب إجابة تمارين الكتاب رقم 234. شكرا لكم ودعائي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.